شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 34 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد. وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن نصر أكتوبر يعد روحا ملهمة ستظل موجودة تلهم المصريين بدروسها التي لا تنضب وتؤكد على قدرة الشعب والجيش على تجاوز كافة التحديات، موجها التحية والتقدير للشعب المصري على مساندته ودعمه القوات المسلحة خلال الحرب، مؤكدا أهمية الوعي للحفاظ على مكانة مصر وكذا الاستعداد الدائم لكافة التحديات بالعمل المستمر، مشددا على عزم الدولة على تحقيق التنمية في سيناء في كافة ربوع الوطن. قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة قام خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن بالعمل في 426 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، موضحاً أن مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين يعد من أعظم المشروعات بسيناء، بالإضافة إلى تنفيذ 98 مشروعاً في مجال الطرق بإجمالية أطوال 926 كيلومترا، وكذا تنفيذ 32 مشروعا بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بجانب تنفيذ التجمعات السكانية للتجمعات التنموية الجديدة. أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب عن الطرح الأول لعدد 17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 1114 فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة 100 متر مكعب وخمسة أفدنة زراعية كاملة المرافق بنظام التمليك. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التي يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أهمية هذا المكون من المشروعات ضمن المبادرة، فيما أعلنت وزيرة الصحة استيراد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة لخدمة قرى حياة كريمة. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأرو متوسطية، والتي يتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأرو متوسطية قريبا، مشيرة إلى أن إعداد هذا الدليل يتم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع الاتفاقيات التجارية والاتحاد من أجل المتوسط والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. نفت وزارة التعليم تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحة أن الحضور بالمدارس سيكون نظامياً وبحضور كامل الطلاب بالمدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.